اول نوع سلطه هيبقى سلطه بطاطا بالجبن الماعز. وانتوا عارفين اعتقد الناس اللي متابعينا من شويه عارفين ان انا من الناس اللي بحب جدا اكتر نوعين جبنه انا بحبهم، الجبنه الفتة بتاعتنا المعروفه وجبن الماعز، هما اكتر نوعين فيهم، وجبنه القريش طبعا فيهم نسبة كالسيوم عالية وفيهم نسبة دهون لا تقارن، قليلة جدا مقارنة بأي جبنة صفراء أو جبنة مصنعة. مكوناتنا إيه؟ أنا معايا هنا القاعدة بتاعتي خس وسبانخ، عايزين تغيروها، عايزين تعملوها جرجير، عايزين تعملوها خس بس تقدروا. معايا زيت زيتون، ملح خشن وده وفلفل أسود، ودول اللي استعملتهم علشان أشوي مكعبات البطاطا دي. معايا بقى هنا سبانخ وخس، كينوا مطبوخة، ولو مش موجودة تقدروا تبدلوها بفريك. ومعانا كمان زبيب مجفف، ومعانا كمان زي ما قلت لكم هنا البيكان أو عين الجمل متكسر وسليم. معايا كمان بصل أحمر متقطع مكعبات، وجبنة الماعز اللي كلنا أعتقد إيه بنحبها. هنعمل إيه؟ الأول عايزة أوريكم أنا قطعت البطاطا دي إزاي. عارفين البطاطا بتاعتنا ثمرة البطاطا غسلناها حلوة قوي، قطعناها شرايح كده وتأكدوا، أنا بسيب القشرة بصراحة لأنها غنية بالألياف، وباخدها كده وتتقطع مكعبات. تضيفوا عليها زيت زيتون وملح وفلفل، ده اختياري، وتشوها، تقدروا تشوها من غير إضافة زيت الزيتون والملح والفلفل على فكرة، وبرضو بيطلع طعمها ظريف جدا. تعالوا بقى إيه نحط دي ورا كده وبندخلها الفرن، بتطلع كده اهي، دي مثلا لسه طالعه من الفرن دلوقتي. هنبتدي ايه نعمل طبق السلطه مع بعض، وانا هعمله على طول في طبق التقديم. تعالوا بصوا معايا، هاخد شويه من السبانخ، السبانخ الفريش دي قنبله فيتامينات ومعادن، مين اللي ما ياكلهاش ما كلهاش، لو انا عندي اي مشكله في الكلى محتاجه اتابع مع الدكتور المعالج اكلها ولا لا، او لو هاكل هاكل منها قد ايه. بس كده شويه ايه اوراق خس، عندنا اوراق خس بلدي برده بيبقى خطيب، عايزه اقول لكم بيبقى احلى في السلطات. وايه اهو، وهلخبطهم مع بعض. حلو، هبتدي بقى ارص بقيه المكونات عليها عادي جدا زي ما مكتوبين في قدامكم. معايا ايه؟ معايا كينوا اهو، والكينوا على فكره لو مش متوفره مفيش مشكله خالص، تقدروا تبدلوها بايه زي ما قلنا هنبدلها بالفريك، الفريك بديل هايل للكينوا، الاثنين بيسموهم سوبر فود. سوبر فود يعني قنبلة فيتامينات ومعادن، مشبعين جدا جدا ومغذيين جدا جدا. معايا كمان شوية البصل الأحمر بتاعي، وأنا في السلطات بفضل إن أنا أستخدم بصل أحمر لأنه إيه بيبقى فيه نسبة سكر كده، و طعم البصل اللي هو بيضايق بعض الناس بيبقى أقل بكتير فيه. انا هنا هحط زبيب، بس يعني لو انتوا عايزين تدلعوا السلطه اكتر تقدروا تحطوا كرامبريز مجففه، بيبقى لونها احلى وطعمها ظريف جدا. كده فاضل لي ايه؟ فاضل لي اخد شويه من البيكان الحلو بتاعي ده، وانا بيفرق معايا جدا ان كل طبقات ومكونات السلطه تبقى باينه. وبعدين ايه ناخد الجبن الماعز وزيت الزيتون. بصوا انا هاخد هنا زيت الزيتون ده، هحط فيه ملح وفلفل واقلبه، وايه احط شويه كده بس. هي حلاوه على فكره السلطه دي في بساطتها، يعني ايه ما فيهاش حاجه مكلكعه خالص. جبنه الماعز بقى هاخدها ابتدي ايه اعملها كرامبس كده او قطع على الوش. واحد بس ايه قطعة واحدة كفاية،
وبعدين هاخد بقى شويه ايا كان عين الجمل او البيكان اللي موجود عندكم متكسر على الوش. عشان كده انا حطيت زيت زيتون قليل. ليه؟ لان المكسرات هنا نسبه الدهون فيها كويسه. وهاخد ايه، ملح صخري. انتوا عارفين انا نسيت اهم مكون، البطاطا. دايما اقول لكم احنا شغالين ايه، ممكن تحطوا ده بدل ده، ممكن تستعملوا ده فايدته كذا، عشان لو انتوا عندكم حاجه تانية نفس الفايده او طعمها قريب تقدروا تبدلوها.